ترأس سيادة المطران مارون اللحام الجزيل الوقار قداساً احتفالياً لعائلات مريم أقيم في كنيسة العذراء الناصرية في السويفية، وبمشاركة عدد من الكهنة وحضور جميع العائلات مع أبنائهم وأهاليهم المدعوين من الأخويات والحركات الفاعلة في الأردن. ابتدأ القداس بقراءة رسالة العائلة العالمية والتي جاء فيها: ندعو جميع الأزواج إلى التعاضد بمحبة بهدف إحياء الأخويات الحالية ليعمق الأزواج حياتهم الروحية. ركز المطران لحام على تكريس عائلات مريم: أنتم تكرستم لله في المعمودية، حياتكم كلها وضعتموها بين يدي الله، اليوم هو تعميق وتقوية لهذا التكريس. أيها الإخوة والأخوات، تقومون اليوم بخطوة مهمة في حياتكم المسيحية وفي حياتكم العائلية وفي حياة رعيتكم. تبدأون مسيرة جديدة، مبروك لكم، مبروك لعائلاتكم ولأولادكم، مبروك لكهنتكم، لمرشديكم الروحيين ولراهباتكم في الرعية، مبروك للمسؤولين عنكم، مبروك للرعية، مبروك للأبرشية. سيروا بقوة إيمان قلب مريم العذراء، وليكن الله دائما معكم، وإن كان الله معكم فمن يكون عليكم. أمين. وبحسب هيكلية عائلات مريم العالمي، تم إعلان الأردن ليصبح قطاعا منفصلا تابعا للعائلة العالمية مباشرة. نشكر نورسات ل قيامها بهذا العمل واستقبالها وحضورها بلقائنا اليوم. عائلات مريم الحقيقة هي خبرة كتير حلوة عشناها نحن، وعم نحاول ننقلها لكتير ناس. هي حركة عالمية مش جديدة، وعمرها وخبرتها حدود 70-80 سنة، من 1938. بتدعي الأزواج وبتقترح عليهم كيف يعيشوا حياة مسيحية، يعيشوا سر الزواج بقداسة وبفرح. فبتدعي الزوج والزوجة يعيشوا هذا التناغم ضمن مبدئيا موجبات معينة، ضمن سيستم معين ونظام معين، خلال الشهر يضلوا يعيشوا مع بعض. فهي عائلات مريم موزعة بكل العالم، بالأردن وبعض الدول اسمها عائلات مريم، بس بالعالم اسمها إكيب نوتردام أو فرق السيدة. فحتى كمان يقدر واحد وين ما راح بيقدر يسأل وبيقدر يتعرف على هالحركة، على الأخوية. وكان القداس عرسا سماويا ظلل به روح الرب المكان ورفرف فيه فرحا، طالبين من السيد المسيح وأمنا العذراء مريم حماية جميع العائلات الحاضرة والغائبة ومرافقتها في مسيرتها الروحية ومنحها الثبات في محبة وخدمة الله الآب والكنيسة المقدسة.